أمشي وكل الكون سار ورائي طوعا إلى حيث الخلود ندائي صوتي تعالى في السماء مؤذنا أنا في علي صار سر بقائي هذا لساني ميثم ما همني إن قطعوه بحقدهم أعدائي أنا يا علي قنبر أنا خادم من خيط كفك قد نسست ردائي الناس يسموني وما أسمائهم إن لم تكن من اسمكم أسمائي. هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.